الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما الحكم رجل أخبر بطلاق زوجته كاذبا؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله تعالى. فلو أن إنسانا سأل إنسانا آخر: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، وهو يخبر عن طلاق وقع منه سابقا وهو كاذب، يعلم أنه كاذب في هذا الخبر. فقد اختلف العلماء في من أقر بطلاق زوجته كاذبا، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الطلاق يقع في هذه الحالة حتى وإن كان كاذبا. فإذا سئل: أطلقت زوجتك؟ فقال: نعم، أو قيل له: ألك امرأة؟ فقال: لا، قد طلقتها، يريد الكذب، بمعنى أنه لم يوقع طلاقا ولم ينشئ طلاقا ولكنه إنما أراد الكذب. فهذا الفريق من أهل العلم يقولون بأنه قد وقع طلاقه، وهو ظاهر مذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله تعالى. بينما ذهب جمع من أهل العلم من الحنفية والشافعية إلى أن من أقر بالطلاق وهو كاذب في هذا الإقرار فإن طلاقه يقع قضاء لا ديانة، فتبقى زوجته في الباطن، ولكنه عند حكم القاضي يعتبر قد طلق زوجته، لأن حكم القاضي بناه على ما سمعه من الزوج بإقرار لسانه بأنه طلق. وذهب بعض أهل العلم بأنه يعتبر كاذبا في كلامه هذا، ولكن لا يقع الطلاق عليه لا قضاء ولا ديانة، حتى وإن صدر صك من المحكمة بأنه قد طلق زوجته. فإذا أثبت عند القاضي أنه كان كاذبا فإن القاضي يحكم بتعزيره وتأديبه حتى يرتدع عن الوقوع في مثل هذا الكذب الذي يتعلق بالفروج وتفكيك الأسرة، ولكنه لا يوقع عليه الطلاق، لأن الإقرار بالطلاق كذبا لا يعتبر إنشاء له. وهذا القول الأخير عندي هو القول الصحيح إن شاء الله تعالى. فالظاهر إن شاء الله من خلاف أهل العلم أن الإقرار كذبا بوقوع طلاق سابق لا يقوم مقام الإنشاء، ففرق بين الإقرار وبين الإنشاء. فالطلاق إنما يقع إذا نوى الزوج إنشاءه بنيته الباطنة. فإذا قيل له: طلق زوجتك، فقال: هي طالق، هنا وقع الطلاق. ولكن كونه يقول: قد طلقتها، وهو يخبر بطلاق واقع في الزمن الماضي وهو كاذب في هذا الإخبار، فإن هذا إقرار كاذب عليه عقوبته وإثمه ويجب عليه التوبة منه، ولكن لا يقع الطلاق. ولا ينبغي أن نمضي في طلاق ولا ينبغي أن نمضي في بإيقاع أن نمضي في إيقاع طلاق لم ينشئه الزوج، فالإقرار لا يقوم مقام الإنشاء، والإقرار الكاذب لا عبرة به. وبناء على ذلك يا أخي الكريم، لا أرى والله أعلم أن طلاقك الذي أخبرت به القاضي طلاقا صحيحا، ولا أرى أن زوجتك مطلقة الآن، فعليك الآن أن تعتقد أنها لا تزال زوجة لك، وأن ما أخبرت به القاضي من وقوع الطلاق لا حقيقة له، وعليك أن تصحح هذا الوضع في المحكمة، وأن تخبر بأنك كنت كاذبا فيه. وإن طلب القاضي من يشهد عليك بهذا فلا بأس أن تأتي بالشهود حتى تصحح وضع هذا الصك الذي صدر في حقك بوقوع الطلاق بناء على خبرك الكاذب. فهذه المرأة لا تزال زوجة لك، وتلك الطلقات التي أقررت بها عند القاضي ولم تنشئها بلسانك ولفظك لا تعتبر طلاقا في أصح أقوال أهل العلم رحمهم الله تعالى. فاذهب الآن إلى زوجتك وأصلح ما بينكما، واتق الله فيها ولتتق الله فيك،
وحاولوا أن تحل مشاكلكما بالحوار الهادف والكلمة الطيبة والنبرة المشفقة والموعظة بالتي هي أحسن بعيدا عن الطلاق، ولا تفتحا على نفسيكما بابا للشيطان ليستولي على قلبيكما ويوغر صدوركما على بعض. أسأل الله أن يمتعكما بالحياة الزوجية الهادئة الوادعة المطمئنة، والله أعلم.